وللحديث عن قمع القوات الحكومية للمتظاهرين في الناصرية ومنعهم من نصب خيام للتظاهر، مع تجاهل الحكومة الكشف عن قتلة المتظاهرين وتوجهها بدلا عن ذلك للانتخابات. معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك سيد كاظم، بداية ماذا يعني لكم كمتظاهرين اليوم تكرار مشاهد القمع ومنعكم من نصب خيام للاعتصام في الناصرية، رغم تأكيد الحكومة سابقا أن التظاهر والاعتصام حق مقدس؟ تفضل. تحية طيبة وأهلا بك وبقناتكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. حقيقة ما حصل اليوم في ساحة الحبوبي كان مدعاة استغراب لنا، خصوصا أن جميع متظاهري اليقار كانوا يظنون بأن الجيش هو من يقف إلى جانبهم وهو من يحقق الأمن للمتظاهرين وللمدينة بشكل عام، لكن الذي حصل اليوم حالات تدافق بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب محاولة بعض الأخوة المتظاهرين نصب خيام في ساحة الحبوبي بمناسبة احتقال المتظاهر أو تغييب المتظاهر السني سجاد العراقي، وقد طالبنا مرارا وتكرارا وأكدنا مطالبنا هذا اليوم بأن يتم الكشف عن مصير الناشط المدني المختطف سجاد العراقي، لكن الذي حصل أن القوات الأمنية هجمت على الأخوة الذين يحاولون نصب الخيام، وقد تم تفليش الخيام وأطلاق الرصاص الحي، مما دفع بعض المتظاهرين إلى رمي القوات الأمنية المتواجدة بالحجارة، وقد زادت شدة التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، بحيث أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي بكثافة. هذا الأمر الذي أثار حالة ذعر وعدم استقرار بالمدينة بشكل عام، وهناك عوائل كانت تسير في المدينة أيضا تعرضت إلى هذا. نعم سيد كاظم، يعني بالإضافة لإطلاق الرصاص على متظاهري الحبوبي، اليوم مسلحون مجهولون أطلقوا النار على الناشط أزهر حاتم وسط الناصرية كما تعلم أكيد. هذه الانتهاكات إلى أي مدى ترى وتؤكد عجز الحكومة عن حماية المتظاهرين واستمرار سياسة التخويف والعنف ضدهم؟ نعم سيد الكريم، كانوا يظنون بأن التوقيت قد انتهت نهائيا، ونحن دعونا إلى يوم 11 لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق ثورة تشرين، فكانت يوم الجمعة الماضي البارحة قد تجمع عدد كبير من المتظاهرين لم تتوقعه السلطات الحكومية أن يصل إلى هذا العدد الكبير، فطبعا كما نعلم بأن عناصرهم دائما هي تكون موجودة وحاضرة بين المتظاهرين وتحاول أن تثير حالات من الفتنة والمشاكل بين المتظاهرين. فأدركوا بأن ثوار ذي قار هم مستمرون، وقد أعلناها ليلة البارحة بأننا مستمرون حتى يوم الانتخابات، وهناك خطوات تصعيدية نحاول من خلالها منع العملية الانتخابية المنتهية، أصلا هي عملية فاشلة. نحن نعلم بأن نسبة المشاركة لا تتجاوز في هذه الانتخابات من 5 إلى الحد الأعلى 10%، إلا أن بعض الميليشيات وخصوصا ما يسمى تيار الصدر وسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بدأت تفرض نفسها بالقوة وتحاول أن تفرض دعايتها الانتخابية على منازل المواطنين في أبناء المدينة، الأمر الذي دفع أبناء المدينة والأقضية والنواحي إلى الامتعاض من هذه الأفعال ومنع من يحاول إلصاق الصور على بيت أو منزل أحد المواطنين. سيد كاظم، نعم، يعني إعلان الحكومة الانتخابات دون الكشف عن قتلة المتظاهرين كما طالب المتظاهرون في فعاليات متعددة، ألا يبعث هذا الأمر برسائل تؤكد أن ما جرى من تصريحات حكومية بتلبية مطالب المتظاهرين كانت مجرد وعود فقط؟ السيد الكريم، هي ليست وعود فقط، بل الأمر أبعد من هذا، أكو تواطؤ حكومي مع الميليشيات، وأنتم تعلمون بأن الحكومة هي حكومة ميليشياوية عبارة عن تجمع ميليشياوي مكون من الولائيين، وهذه الحكومة هي حكومة صورية وشكلية لا رأي لها ولا قرار، إنما الميليشيات هي التي من تقود البلد باسم الحكومة. الميليشيات حاليا القوات الأمنية ليس لها دور، هي تأتمر بأوامرها من مكون معين، ودعني أكون صريح معك، التيار الصدري هو من يحاول أن يفرض نفسه بالقوة على الساحة ويبث دعايته الانتخابية بالسيارات
في الليل والأهازيج ومحاولة منع المتظاهرين حاليا. نعم. ما حصل آخر سيد كاظم صرف. نعم. ليس هناك أثبتت ليس هناك حكومة وليس هناك مؤسسات دولة وليس هناك وزارة دفاع داخلية مستقلتين، بل ما جرى اليوم من القوات الأمنية وقد أصبنا بحالة من تفاجأنا يعني. طيب دعنا نذهب الآن إلى سؤال آخر سيد كاظم لكسب الوقت. سيد كاظم إن كنت تسمعني، هذه كارثة على ما يبدو أن سيد كاظم لا يستمع إلينا بشكل جيد. على أي حال نشكرك جزيلا ناشط في التظاهرات كاظم ماجد، كنت معنا عبر الهاتف من الناصرية.